معودين دايما جمهورنا ان هم يستفيدوا او ياخدوا معلومات جديده في فقراتنا. هنعرف النهارده معلومات، مش معلومه واحده لكن معلومات كتير عن السعرات الحراريه، نسب حرق الدهون، دي قصه كبيره وطبعا كلها ليها هدف واحد بس، اننا ننقص من وزننا الزائد. خلونا نرحب بضيفتنا خبيره التغذيه ندى محمود. ازيك يا ندى؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله كل سنه طيبه. طبعا وانت طيبه بصحه والسلامه. مستعدة للفتة ولحمة وكده؟ داخلين بقلب جامد، ما عندناش مشكلة فعلا؟ طيب ايه الثقة اللي انت داخلة بيها؟ أيوة بقى عشان رفيعة يعني ولا قصدك ايه؟ لا انا بحافظ بصراحة، يعني باخد بالي ان انا ما زدتش في الوزن علشان صحتي، على فكرة مش عشان بس شكل، عشان الصحة، فبلحق نفسي كده. النهاردة كمان البوكس الحراري معانا عليه خصم كبير جدا عشان العيد، طبعا احنا بنعيد على الناس بطريقتنا، فالنهارده جايبين لهم البوكس الحراري. بصي هي بتحوط الدهون، بنحوط الدهون من كل ناحيه علشان نخس في وقت قليل جدا، وفي نفس الوقت نخس بصحه زي ما اتفقنا ان السمنه مش بس شكل، السمنه بتعاني بقى بعد كده من امراض كتير جدا. هتلاقي على طول يعني عندي سمنه وحاجه، سمنه وسكر، سمنه وضغط، سمنه واي حاجه. صح، فما فيش بيبقى سيندروم، بيبقى حاجه خلل في المنظومه بالزبط. كلها. فاحنا جايين النهارده نحل المشكله دي، وكمان عاملين لهم خصومات كبيره جدا جدا عشان العيد، عشان ندخل بقى ناكل بقى الفته واحنا مش قلقانين، هناكل عيش وهناكل رز وما عندناش مشكله. هتسيبينا ناكل فته؟ طبعا احنا ما عندناش حاجه ممنوعه. احنا اتفقنا اي حاجه هنقول عليها ممنوعه شويه وهيزهقوا وهيبطلوا وهيرجع الوزن يزيد. صح. احنا النهارده كمان هو الكورس بتاعنا، احنا اتفقنا هو كورس علاجي، يعني مع الوقت واستخدامه بيساعدنا ان معدتنا ترجع لحجمها الطبيعي. فالنهارده احنا جايين نحل كل المشاكل، واي حاجه بتعطل الحرق في جسمي، عندي مشكله بغده درقيه، عندي مشكله ان انا ولادات متكرره، فطبعا منطقه البطن بيبقى فيها ترهلات شويه. صح. العضلات بتبقى ضعيفه جدا، فالنهارده جايين نحل كل المشاكل حتى لو سمنه وراثيه. يعني انا عندي مثلا كل العيله عندي عندهم مشكله في الجزء السفلي، عندهم مشكله في الذراعات، عندهم مشكله في عائلتنا كلها. بالظبط، ففي ناس كده هم يعني العيله بتاعتنا هم تخان من المنطقه دي، ما عندناش مشكله، سمنه وراثيه، سمنه مكتسبه نتيجه اللايف ستايل بتاعتنا الغلط، بناكل بالليل. أيوة. مش بنتحرك، ناكل وننام. بالظبط، مش بنتحرك، قعدتنا على مكتب فطول الوقت بناكل واحنا قاعدين، المشروبات الغازيه كتير جدا طبعا، والسكر العالي جدا اللي فيها. ففي ناس على فكره على مدار اليوم يعني بيشربوا مشروبات غازيه، بعد كده على فكره عيش ومكرونه. صدقي يا ندى، حكايه المشروبات الغازيه دي، اولا طبعا هم فيهم سعرات حراريه رهيبه جدا جدا، لكن بتبقى احيانا بسبب الجوع، وانك مش واخده بالك انك جعانه، انت عطشانه وعايزه حاجه، فتاخدي المشروبات الغازيه بسبب الجوع. بالظبط. وعايزه اقول لك كمان على حاجه، هي في ناس بتترجم ان انا ايه، انا عايزه اخد حاجه مسكره، مع ان يعني هي ممكن تكون عايزه تشرب ميه اصلا، يعني ممكن تبقى يعني اشربي كده، جربي فرصه اشربي ميه وبعدين قولي. بالظبط، فبتلاقي الموضوع معاها جايب نتائج عكسيه. صح. بتشرب مشروبات غازيه طول اليوم بقى، انا عيش رز مكرونه طول الوقت، ما هي حاجه بتشد محمرة. حاجه بالظبط. طيب الحل عند خبيره التغذيه ندى محمود، اكيد عن طريق كورس هتقول لنا على كل المكونات بتاعه الكورس، مش كورس واحد، كذا كورس. أيوة. وكذا هديه، يعني حاجات كتير. هناخد فاصل ونرجع مع خبيره التغذيه ندى محمود نتكلم بالتفصيل، خليكم معانا. وبنرحب من جديد بضيفتنا خبيره التغذيه ندى محمود. ندى، قبل الفاصل كنا بنتكلم انك هتقولي لنا على كورس وهدايا كتير تساعدنا كمان على انقاص الوزن والعيد قرب. ايوه، كل سنه وانتم طيبين. طبعا النهارده علشان العيد ونعيد على الناس طبعا، وعشان يعني عايزين كورس كده اقتصادي، فالنهارده جايبين لهم البوكس الحراري، يعني بوكس العيد. النهارده الكورس بتاعنا بقى ايه، بيعمل لنا كذا حاجه، يعني احنا كنا الاول بناخد حاجه عشان بس تظبط لي شويه معدل الحرق، حاجه ثانيه عشان تقفل لي الشهيه، لا النهارده هو بوكس متكامل فيه كل حاجه بتدعم لي معدل الحرق جدا في جسمي، كمان بتقفل لي الشهيه لو انا عندي شراهه في الاكل. يعني الناس اللي بتقول لي انا باكل كتير قوي، يعني باكل اكلي واكل اخواتي واكل كل الناس اللي في البيت، لا بتحداك النهارده بتاخد الكبسوله بتشرب وراها ميه، بتلاقي حجم الاكل اللي كانت بتاخده اختلف تماما، بتاكل ربع الكميه وبتشبع، ومعدل الحرق عندها بيزيد، حتى لو هي عندها مثلا مشكله في الغده الدرقيه، بتاخد مثلا برشام منع الحمل مثلا، فبتحس ان جسمها منفخ، بتاكل مثلا حاجات زي المانجا فيها نسبه املاح عاليه جدا، فبتخزن لها ميه في الجسم.
بتاكل مخللات كتير قوي، فالحاجات دي كلها مش بس يعني انا بزيد دهون، لا انا بزيد كمان املاح في جسمي بتبقى متخزنه. فالكورس بتاعنا بيعلي لي جدا معدل الحرق، بيفتت لي الخلايا الدهنيه عشان ما ارجعش اكون تاني دهون. وكمان انا يعني لو انا عملت دايت كتير ووقفت، عملت رياضه ووقفت، بتلاقي الوزن برده رجع زاد اكتر من الاول. صح، ده بيحصل لنا كلنا بالظبط. يويو عارفه نطلع ننزل ننزل بالظبط. بتلاقي بقى الموضوع بقى معاها بقى الجلد كمان شكله مش لطيف خالص. فالنهارده الكورس بتاعنا بناخد الكبسولات، وبناخد كمان معاها كبسولات تكفيني شهر كمان، وبناخد كمان مالتي فيتامين علشان نعوض الفيتامينات الناقصه في جسمنا، علشان كمان لو عندي نقص في فيتامين دي، عندي مثلا برضو بشرتي فيها شحوب شويه برضو داعمينه بفيتامين سي، المناعه ما تقلش وانا بعمل دايت، المناعه والبشره والشعر والضوافر. فيتامين اي برضو، فيتامين اي مهمين عشان الشعر والبشره والضوافر طبعا. كل الحاجات دي بصي هو الكورس النهارده علشان تسترد تاني جمالك، علشان تسترد صحتك الاهم طبعا من الجمال الصحه. كمان لو انا نزلت زياده قوي يعني نزلت كتير في وقت قليل وبنزل غلط، يعني بنزل عضلات وبنزل ميه ومش بنزل الدهون اللي في جسمي، فبتلاقي شكل الجلد ترهل او حصل كده تهدل شويه في الجلد. صح. فبتلاقي شكل الجلد مش لطيف خالص. فالنهارده كمان بناخد كريم للسيلولايت لو انا عندي اي منطقه في جسمي ترهلت او بقى شكلها مش لطيف، كمان بعالجها. فالنهارده بصي هو الكورس محاصر لي الدهون من كل ناحيه، فخلاص ماليش حج. طيب. كمان هو بوكس اقتصادي عشان كمان العيد، فبندعمه بخصم كبير جدا وشحن مجاني لكل المحافظات، فبصي ما لهمش حجه خلاص. طيب ايه الكورس بقى ده؟ النهارده الكورس بتاعنا في كورس لشهرين وفي كورس ثلاث شهور. طيب احنا بننزل قد ايه في الشهر الواحد؟ من 12 ل 15 كيلو. وفي ناس بتنزل معانا ممكن توصل ل 18 كيلو، ده بيتوقف على التزامنا، ما بنفوتش مثلا حاجه، بنتابع مع الفريق الطبي، احنا من اول يوم بنتابع معاهم لحد اخر يوم. ده مجانا مش طبعا. المساعده الطبيه او الفريق الطبي ده مجانا طبعا. النهارده كمان المتابعه مجانا والشحن مجانا. بصي ومتابعه خلال فتره الكورس، انت كل 10 ايام بتوزني وبتبتدي بقى تكلمينا انا نزلت النهارده الاسبوع ده قد كده، فاحنا بنفضل متابعين معاكي لحد اخر يوم. فالكورس بتاعنا اللي هو الشهرين فريدي مثلا نسيت اخد جرعه في اليوم، بنقابل حاجات كتير زي كده. ايوه طبعا. لا ما عندناش مشكله، بنلحقهم. هم احنا العلاقه بينا فريندلي جدا، احنا اصحاب، فمش بنخبي على بعض طبعا عشان مصلحه. لا عشان عايزه اخس، عايزه حاجه تبقى مظبوطه. طيب ابدأ لنا كده انت قلتي في شهرين وفي ثلاث شهور بالزبط. طيب نبدا بالثلاث شهور لان هو بيلم بكل البرودكتس اللي موجوده او المنتجات اللي في الكورس. ايه هو كورس الثلاث شهور بقى؟ الكورس بتاعنا اللي هو الثلاث شهور بيبقى الكبسولات الماجيك بوكس دي بتعمل لي ايه بقى؟ بتعلي لي معدل الحرق، بتفتت لي الخلايا الدهنيه تماما. كمان لو انا عندي مشكله ان انا برده باكل في اوقات غلط او الكلام ده، عايزه حاجه تعلي معايا الحرق، فهي بتدعم لي الموضوع ده جدا. وكمان بناخد الكبسولات الامنسيليوم، هي بتبقى مستخلصات قشور السيليوم، باخدها وبشرب وراها الميه، فبتبتدي تملالي المعده، فابتدي احس بالشبع، اكل ربع كميه الاكل واشبع على مدار اليوم تمام كده. تالت حاجه معانا الكبسولات اللي هي الفينيل دي، بتثبت لي وزني بعد نزول. انا خلاص انا نزلت الوزن اللي انا عايزاه، فعايزه بقى خلاص اثبت على الشكل ده، فعايزه الكورس بتاعنا التثبيت، فبندعمه برده. الكبسولات الفينيل بتبقى برده في البوكس الثلاث شهور. وكمان بناخد مالتي فيتامين، وبناخد كمان كريم للسيلولايت، وبناخد كريم للبشره. ده كل ده في كورس الثلاث شهور. طيب نبدا، انت قلتي الاناسيليوم، الاناسيليوم ده عباره عن ايه؟ يعني انت بتقولي ان هو بيحسسني بالشبع بالظبط. ايه هو ده؟ هي بتبقى مستخلصات قشور السيليوم، دي بتبقى الياف طبيعيه بناخدها بنشرب وراها ميه، تبتدي بقى تعمل زي ماده جيلاتينيه كده تملالي المعده. يعني انا لو انا عندي الحرق عالي جدا، فبس عندي شراهه في الاكل يعني، هتلاقي نفسي فترات قليله وبجوع كل شويه يعني لسه متغدية، لا بعد الغداء برضو، لا جعانة برضو ممكن أكل حاجة حلوة. في ناس كمان بيبقوا مشتاقين للحلويات أكتر كمان. هل ده له علاقه بالجوع والشبع وكده؟ طبعا الحلويات بصي هي مشكله يعني هل الكورس ده هيمنع شويه الكريفنج بتاع الحلويات؟ بصي احنا ما عندناش مشكله في حاجه، بس الفرق بقى اللي احنا هنعمله ايه؟ احنا هنعدل لك السلوكيات بتاعتك الغلط. يعني انت لو بتاكلي بشراهه عاليه جدا، انت هتاخدي كميه قليله جدا، هتبقي برده ما حرمتيش نفسك من حاجه، وفي نفس الوقت خدتي كميه قليله والحرق بتاعنا اتحسن برده في الجسم، فاحنا كده بنعمل كل حاجه. كمان الناس اللي عندها اللي هو الايموشن ايتنج او اللي هي ايه؟ اكل اتنرفز اكل فرحانه اكل قوي اكل احتفل بقى فبالتالي عايزين حاجه تقلل لي شويه الشهيه. مين معانا؟ احنا معانا مداخله.
راجل في ست الستات، خالد. يا خالد مساء الخير. اخيرا تواصلت معاكم. مساء الفل عليكم. مساء الفل يا خالد، اتفضل. كل سنه وحضرتك طيبه يا استاذينا. انا مبسوط قوي انا بكلم حضرتك اولا، لان انا من الاسبوع اللي فات بحاول اكلمكم. ايه ده، واحنا فين؟ ما احنا موجودين. طول الوقت التليفون مشغول. معلش، اهلا بيك، وصلت لنا بالسلامه. خد التجربه النهارده كده، اجرب يعني. يلا بينا احكي لنا. انا بس تسمحي لي اسال ضيفتك سؤال سريع طبعا عشان وقتكم حاجه. اتفضل. كل سنه حضراتكم طيبين. انا بس هي المشكله بخصوص زوجتي، يعني هي بعد ما ولدت هي ولدت مرتين وقيصري. وزنها قد ايه؟ هي وزنها مش عارف 85 86 وطولها 160. عندها اي مشاكل صحيه؟ لا، هو ما فيش مشاكل صحيه، هو يعني الى حد ما جسمها يعني كويس، مش اوفر يعني ما عنديش مشكله معاها. البطن فيها مشكله صح؟ البطن اللي فيها مشكله ومضايقاها هي نفسيا، يعني هي هي ما كلمتنيش في حاجه والله خالص، بس انا حاسس ان الموضوع مضايقها ومأذي معاها قوي، فعايز اجيب لها كورس ده هديه في عيد ميلادها، وخصوصا ان عيد ميلادها الاسبوع اللي جاي. انا بحييك الاول ان انت اصلا بدات. برافو خالد. الموضوع برافو خالد. برافو خالد. جداً. واحد مهتم هو اللي بيسال يعمل ايه لمراته، وعايزها حلوه وعايز يجيب لها الكورس هديه عيد ميلادها. حلوه. بحييك جدا. حلوه قوي قوي قوي. انا ببسط بالحالات، يعني بالناس اللي بتبقى بالرجاله دي. بصراحه يعني انا بحييك جدا جدا. فبالتالي ما تقلقش خالص، وهي دي احلى هديه على فكره هيجيبها لها اصلا في عيد ميلادها. فتقدر تتواصل معانا باذن الله على الارقام اللي على الشاشه، وكمان النهارده يعني كمان علشان انت برضه هتوفر عايز تدعمها، فالنهارده احنا كمان بندعمك برضه من ناحيه ثانيه، ان احنا الكورس بتاعنا النهارده عليه خصم كبير جدا جدا. فتتواصل معانا باذن الله على الارقام اللي على الشاشه. لو لقيت الارقام مشغوله يعني ابعت على الواتساب، ما فيش مشكله، وان شاء الله هنبدا نتابع معاها لحد اخر يوم، وهي نفسيا هترتاح وهتبقى احسن ان شاء الله. وانا بحييك جدا ان انت حسيت المشكله، عايز حاجه مضايقاها وعايز يعالجها بالظبط، وخلاص بقى ما راحش بقى شاف حاجه ثانيه وكبر دماغه وما مشكلتها. لا، انا بحييك بصراحه. طبعا. دلوقتي بقى احنا بنكمل الكورس، لكن السؤال الملح يعني، هو خالد بيتكلم ان مراته مخلفه مرتين، وواضح ان يعني اخر ولاده دي مش من بعيد قوي، لانها لسه برضو محتفظه بكيلوهات من الحمل. هل الكورس يناسب اللي بيرضعوا؟ بصي، هو الستات اللي بترضع ممكن بالزبط. تاخد الكورس ده ولا لا؟ ما عندناش مشكله، بس يعني من بعد ست شهور رضاعه تمام كده. اصل انا باخد حاجات علشان اللبن يبقى كويس ويبقى فيه يعني ما يبقاش اللبن قليل. بالظبط بالظبط. فبالتالي عايزين حاجه يعني بناخد هتلاقي بقى امهاتنا المغات والحاجات بقى الفما وبالعسل الاسود الوزن بيزيد شويه، ما عندناش مشكله خالص، بس من اول ست شهور رضاعه يبتدي البيبي بقى ياخد حاجات تانية جنب الرضاعه، فما عندناش مشكله. اوكي تمام. احنا معانا صور لحالات قبل وبعد برضو تحكي لنا عنها. اهي شايفه الفرق؟ يعني بصراحه يعني الصوره بتتكلم عن نفسها بالزبط. بصراحه يعني بالزبط. الشكل اختلف، كان عندها منطقه الجزء السفلي كان فيها دهون، وفوق كمان منطقه الثدي برضو عندها كان يعني زياده شويتين ثلاثه، بس الحمد لله الدنيا بس بعد يعني ادي 5 و7 13 كيلو نزلتهم معانا في شهر، في شهر واحد شهر 13 واحد. كيلو. ده معنى كده ان هي ممكن تفقد اي حاجه، واضح ان الارداف طبعا عندها مشكله فيها. انا عايزه اقول لك على حاجه، هتحس ان هي شكلها نزل اكتر كمان من كده. بالظبط. ليه بقى؟ لان هي نازله صح، هي نازله دهون، نازله الدهون اللي كانت مضايقاها، مش نازله عضلات وميه، فتحس ان احنا عملنا ريشيب للجسم، فشكل الجسم بقى شكله افضل بكتير. طبعا اذا كان 13 كيلو في شهر معناها انها لو قولي بقى هو نزل معانا 25 كيلو في شهرين. أوكي. شكله اختلف. بصي يعني ثقت في نفسه اختلفت. كان بصراحه عنده مشكله برضو في الحركه، عنده مشكله في التنفس كمان. الجزء اللي فوق كان عنده تسدي شويه برضو، الحمد لله الموضوع ده انتهى تماما. شكل جسمه تحس ان بقى متناسق جدا جدا، وعضلات جسمه كمان يعني تحس ان هو خاسس بصحته، ما فيش ترهل في الجلد، الجلد مشدود. يعني دي اهم حاجه على فكره. طيب اللي بعد كده ده برضو نازل معانا 30 كيلو في شهرين و10 ايام.
كان عنده مشكله الحرق بتاعه كان ضعيف جدا، كان عنده مشكله ان هو جرب حاجات كتير قوي وما بيخسش، بس الحمد لله بقى الوزن بتاعه اختلف، منطقه الكرش كمان خلاص اختفت تماما. جميل. طيب دلوقتي بقى بيبقى عندنا كمان مشكله مع الاطفال. يعني في بعض الاطفال بيبقى عندهم كده استعباد زي ما قلتي في البدايه وراثي للسمنه، او ان عارفه بيبدا بقى اصحابهم في المدرسه يتنمروا عليهم وانت كلبوزه وانت وانت، الامهات بتتضايق جدا من الموضوع ده. بالزبط. لكن في نفس اللحظه مش عايزه تاذي صحه ولادها بانها تديهم اي حاجه غير موثوق فيها. بالزبط. فكلمينا عن الكورس، هل ممكن يكون مناسب للسن الصغير للاطفال؟ تمام، احنا عندنا الاطفال من اول سن البلوغ يقدروا ياخدوه، ما عندناش مشكله، واحنا اتفقنا ان الكورس بتاعنا مش بيضر اي حاجه لان هو مكوناته اعشاب والياف وفيتامينات. ومصرح طبعا، مصرح وزاره الصحه ومعانا الترخيص بتاعه كمان. وكمان نبقى اهم حاجه نبقى فاهمينها ان احنا بناخد حاجه مش بتضرنا، بناخد حاجه بتخسسنا بصحه، زي ما احنا شفنا كده الصور نازلين بصحتهم، نازلين ومفيش عندهم ترهل في الجلد، ما عندهمش مشاكل الحمد لله في اي حاجه، نازلين وجسمهم مشدود، ما تحسيش ان الجلد مترهل، مفيش حد مثلا معانا بينزل وتحس ان وشه كده دبلان او وشه يعني متأثر في حاجه. لا بالعكس، هو طب ما يأثرش على نشاط الاطفال؟ يعني عايز يلعب كوره، عايز يلعب مع صحابه، ادويه الرجيمات التانية اللي هي تحت بير السلم واللي بقت منتشره على فكره على السوشيال ميديا كتير جدا، بتعمل ضربات قلب وبتعمل دق في الدماغ واحيانا تعمل هايبر واحيانا تعمل هبوط، يعني ما بتبقاش كلها كيميكالز طبعا وكلها حاجات مضره جدا. لا النهارده ده الكورس بتاعنا هو كورس امن تماما تماما على الصحه، نقدر ناخده وما عندناش اي مشكله، بس احنا بنقول لازم لما تيجي تاخد اي حاجه في الدنيا لازم تتابع مع الفريق الطبي، يعني تتصل على الارقام اللي على الشاشه، طبعا بنتابع معاهم، لازم نعرف هو عنده قد ايه او عندها قد ايه، عندهم اي مشاكل صحيه ولا لا، عندنا ما فيش مشكله برده مرضى ضغط ومرضى سكر، في كورسات مناسبه ليهم، ما عندناش مشكله في حاجه. انت لما بتتكلمي في كورسات او منتجات طبيعيه وامنه فما بتقلقيش منها خالص، وكمان معاكي متابعه مجانيه ومعاكي عندك كل الحاجات اللي بتدعمك، احنا في ظهرك، ونجاحهم من او ان هم يوصلوا اللي احنا اللي هم عايزينه ده من نجاحنا احنا، بننجح الحمد لله ويبقى لنا اسمنا اكتر، وانتوا كمان بتوصلوا للي انتوا عايزينه، ده في حد ذاته نجاح الحمد لله. طيب انت شرحت لنا كورس الثلاث شهور، ندخل على الشهرين وبرده الاوفرز بتاعته والخصم اللي عليه والتوصيل وكل الحاجات دي؟ احنا النهارده اصلا الخصومات هم هيتفاجئوا بيها، احنا بندعمهم بكل الطرق كمان عشان العيد وبنعيد عليهم بطريقتنا، فالنهارده هيتواصلوا على الارقام اللي على الشاشه، لو انت مثلا عندك سمنه من 12 ل 15 كيلو نقدر ناخد مثلا كورس الشهر وهناخد كمان عليه كورس كمان شهر. طيب الكورس بتاعنا كمان ايه ده؟ يعني ياخد كورس شهر وعليه شهر كانه اخد كورس الشهرين؟ ايوه. أوكي. لو هو عنده 12 15 كيلو تمام. أوكي. لو عندنا ازيد من كده هناخد كورس الشهرين. تمام. طيب النهارده الكورس بتاعنا اللي هو اللي هيكفيني شهرين هناخد الكبسولات الماجيك بوكس، وهناخد كبسولات الاناسيليوم، وهناخد كمان معاها كريم للسيلولايت لو انا عندي اي مشكله في الجلد، وكمان هناخد خصومات كبيره جدا جدا، بس هيتفاجئوا بيها لما يتصلوا، يعني اول 100 متصل ليهم خصومات كبيره جدا، فتواصلوا على الارقام اللي على الشاشه، وباذن الله كمان النهارده المتابعه مجانا والشحن لكل المحافظات مجانا. طيب الكورسات دي افرضي بقى حد من اصحاب الاوزان الكبيره زي اللي شفنا صورهم على الشاشه، تمام، فاكره اتكلمنا ان احنا ايه بنفضل نتخن ونخس ونخس ونتخن، انا عايزه اخس وعايزه حاجه تثبتني على الوزن بقى افرح بالوزن اللي وصلت له، اعمل ايه يا ندى؟ هما الاوزان الزياده قوي احنا بناخد الكبسولات اللي هي الماجيك بوكس، وبناخد الاناسيليوم، وبناخد كمان الكبسولات اللي هي الفينيل عشان نثبت الوزن بعد ما ننزل، وكمان بناخد كريم للسيلولايت، وبناخد كريم باصل طبيعي، لو هو وزنه زياده قوي هو ده ما جاش في يوم وليله، هو مش على حاجات كتير غلط، وفي ناس ما بداتش اصلا قالت خلاص بقى، يعني هم 5 6 كيلو طبعا بقى ايه بيتفاجئوا بعد كده ان هم جابوا 10 كيلو و20 كيلو، وبتلاقي الموضوع يعني بقى صعب جدا. فالنهارده الكورس بتاع الثلاث شهور هيبقى مناسب جدا ليهم، كمان الخصم الكبير قوي عشان العيد هيستفادوا بيه، وكمان هيبقوا محتاجين مالتي فيتامين برضو عشان الفيتامينات الناقصه. ايه اهميه بقى المالتي فيتامين في الخسسان؟ بصي هقول لك على حاجه، هو طبيعي الناس اللي هي بيبقى عندها شراهه في الاكل عاده بتميل للسكريات والحاجات الغلط وبتاكلها في اوقات غلط، فمش بتهتم بالكم ولا يعني بتهتم بالكم ان انا ايه انا جعانه،
فانا هاكل مش مهم هاكل مش مهم هتاكل ايه، مفيد ده ولا مش مفيد. هي عندها شراهه للسكريات، عندها شراهه الحلويات عموما، بتحس ان هي ايه فعلا، هي زعلانه بتاكل، فرحانه هي بتاكل، هي حياتها كده، هي اتعودت على كده. فطبعا ده ما بيبقاش صح. لما بيبداوا بقى معانا بيلاقوا بعد وقت هم مش قادرين فعلا ياكلوا، حتى لما بيوصلوا للوزن المثالي مش قادرين ياكلوا، هم ما عندهمش حاجه ممنوعه، وفي نفس الوقت هم بياكلوا كميه قليله وبيشبعوا، فما بيحسوش ان في لود. يعني هو انا ما حرمتش نفسي من حاجه، وفي نفس الوقت خدت كميه قليله، ومع الوقت رجعت معدتي لحجمها الطبيعي. فهو عشان كده هو كورس عليك. طيب دلوقتي بقى افرضي اللي بيبقى عنده الشراهه دي بتجيله النوبه بتاعت بالليل، ايوه عارفه النوبات دي، أيوة. بتعدي بقى والحركات. هل الكورس ينفع يعني ينفع لاصحاب الاكل الموعد الليلي ده دايما، او الشراهه الليليه؟ احنا بنظبط لهم يومهم، لو هو طبيعه حتى شغله بالليل، في ناس طبيعه شغلها بالليل، فبالتالي هي مش هينفع. انا بصحى بالليل وباكل بالليل وشغلي بالليل، او وجبتها الرئيسيه بالليل بالظبط، فما عندناش مشكله. بنظبط لهم يومهم، يعني يعني معاهم ان هم ايه، بنعتبر بالليل ده اللي هو ده يومهم لسه بيبدا، فبتعامل معاهم وبياخدوا الكورسات والكبسولات في ميعادها، المواعيد اللي احنا بنقول لهم عليها، وبنفضل متابعين معاهم. انا بتحداهم، اكتر ناس عندها شراهه في الاكل بتاخد الكبسوله بعدها فعلا مش بتقدر تاكل، يعني بتاخد ربع كميه الاكل وانا فعلا شبعانه. ففي نفس الوقت لو انت قلتي لي ممنوع وممنوع مش هكمل، انا هزهق، وفي نفس الوقت جسمي هيبقى عنده استعداد ان هو يخزن اي سكريات او اي كربوهيدرات بتدخل الجسم، او اي سكريات بتتخزن كلها دهون، منطقه الكرش بيعانوا منها بصعوبه جدا، فبالتالي احنا بنفتت تماما الخلايا الدهنيه، بنعلي معدل الحرق، ما عندناش مشكله. حتى الناس اللي عندها شراهه في الاكل مع الوقت هم مش قادرين ياكلوا، فخلاص بقى كده احنا وصلنا اللي احنا عايزينه. في بعض الشكاوى برضو بتيجي ان انا وزني معقول، يعني مش محتاجه اعمل تغيير فظيع، لكن عندي سمنه موضعيه، في بعض الاماكن عنيده في الدهون بتاعتها وما بتقبلش اي يعني دايت، او حتى على فكره بالرياضه، مش كل الاماكن بتختفي بالرياضه. هل الكورس ده ممكن يفيد اصحاب السمنه الموضعيه في اماكن معينه، ارداف، بطن، دراعات؟ ارداف او بطن او الدراعات او الجزء السفلي اللي تحت، او عندي مشكله كمان دهون وراثيه، او دهون انا عندي مشكله ان انا بقالي سنين انا ما بتخنش غير من المنطقه دي، حتى الناس اللي عندها ولادات متكرره ومنطقه الكرش مضايقه برده ما عندناش مشكله. طبعا هو منطقه الكرش هي بتبقى فيها صعوبه شويه، يعني لما باجي بنزل دهون عنيده جدا، فبالتالي لما باجي انزل بنزل بصعوبه، فبالتالي احنا عايزين حاجه تدعم لنا جدا جدا معدل الحرق. وكمان لما انا ببقى قافله الشهيه وباكل كميات قليله، فجسمي اجباري بيحرق من الدهون الموضوعيه اللي خاصه في منطقه البطن، فبالتالي ما عندناش مشكله خالص معاها. بالعكس لو الناس دي قعدت كتير قوي مش عارفه تحرق ومنطقه الكرش عندها زياده، بالعكس بيبقى مناسب جدا ليها. وكمان زي ما احنا قلنا الفيتامينات اللي احنا بناخدها كمان مع الكورس بتدعم لي الكتله العضليه، علشان ابقى بخس وفي نفس الوقت بدعم العضلات بتاعه جسمي، ف بخس وفي نفس الوقت جلدي مشدود، ده اهم حاجه. ده اهم حاجه طبعا. في برضو بعض الناس ما بيبقاش عندهم القدره على ممارسه اي رياضه، تقول لها تمشي شويه، مش عايزه تتمشى شويه، زائد انها احيانا من الاوزان الكبيره جدا اللي بتبقى موجوده، بيبقى في خطر برضو على المفاصل، على الركب، على يعني الرغبه في المشي ما بتبقاش موجوده مع الاوزان الكبيره، خوفا من الالم. ايه اللي يعوض الرياضه في الكورس اللي بتكلمينا عنه النهارده؟ مبدئيا احنا بنقول الكورس بتاعنا احنا داعمينه بكل حاجه بتعلي لي معدل الحرق في جسمي، زي مثلا الجارسينيا، التوت البري، ماده البي بي سي اللي بتفتت لي الخلايا الدهنيه، الحاجات دي كلها مهمه جدا عشان تعلي لي معدل الحرق. وكمان الناس اللي اوزانها مثلا فوق ال 100 ما اقدرش اقول لها اتحركي، ده لود على المفاصل وعلى الظهر، وكمان الحركه في نهجان، في عندها مشاكل، لازم بتنزل شويه وبعد كده تبتدي تتحرك. عندي برده تاخر في الانجاب، عندي مشاكل في ركبتي، عندي مشاكل في ظهري، اول حاجه بتروحي تكشفي خسي وتعالي. فبالتالي لا، انت هتخسي وفي نفس الوقت هتقدري بعد كده تتحركي بسهوله، هيبقى اسهل. طبعا احنا دايما بنقول ان مفيش اي حاجه نعلن عنها او ننصح بيها غير لما يكون معاها تصريح من وزاره الصحه، لان اهو التصريح قدامنا. ايوه
لازم اهم حاجه ناخد حاجه امنه بالظبط، حاجه ما تضرناش، بنخس بصحه، ده اهم حاجه. ياما ادويه دايت او ريجيم او انزال وزن بتسبب اكتئاب، بتسبب امراض للقلب، بتسبب ارتفاع في معدل ضغط الدم. يعني اكيد اكيد في ناس كتير بتقول لك كتير قوي. انا عايز اقول لك على حاجه، هو اهم حاجه الناس اصلا عندنا ناس زي ما قلت لك بيبقوا مرضى ضغط ومرضى سكر، وانس ما هم نزلوا بتلاقي الضغط اتظبط جدا، معدل السكر في الدم اتظبط. اهم حاجه تكون بتاخد حاجه امنه، بتاخد حاجه هي اعشاب والياف وفيتامينات وحاجات بس أمن. بتركيزات معينه، بناخد الكورس اللي يناسبنا لما بنتواصل مع الفريق الطبي، ده اهم حاجه، وبنتابع معاكم. ما عندناش مشكله لو هم ياخدوا كورسات، انا واختي، انا ومامتي، انا وجوزي، ما عندناش مشكله، بس اهم حاجه المتابعه الطبيه مع الفريق الطبي، بتتابعوا معانا باذن الله على الارقام اللي على الشاشه، وبنفضل متابعين معاكم لحد اخر يوم. خبيره التغذيه ندى محمود، بشكرك شكرا جزيلا مره ثانيه. كل سنه وانت طيبه، وكل اللي بيتابعونا طيبين. بكره باذن الله حلقه جديده ويوم جديد من ست الستات، يا رب اشوفكم على كل خير. باي.